ثانية هتلاقيه 30. انت اتطلقتي؟ لا بس بقالي كتير ما لبستهاش. تمام. ايه ده؟ ما انا محتاجة اشرح. لو سمحتي مش هينفع هو ده. ايه ده؟ ما انا في مشاكل كتير قوي ما بيني وما بينك. مش هينفع بالذات انا. أؤمر. أهلا 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 كاميليا. وأنا أقول المكتب نور ليه؟ يلا اتفضلي اقعدي. مش عايزة أقعد، أنا مرتاحة كده. وأنا احتراما ليك يا كاميليا مش هقعد أنا كمان. كاميليا أنا عايزك بس تبقي فاهمة حاجة، أي حاجة بتحصل في المكتب أنت مالكيش دعوة بيها خالص. أنت عارفة غلاوتك عندي عاملة إزاي. أيا كان اللي بيحصل مع زين انت عارفة مكانك فين. مكاني فين؟ هنا معاك. نفسي من زمان. أدري هو انت عبيط ولا بتستعبط؟ ايه كاميليا اللي بتقوليه ده؟ انا وزين كده لا يمكن افكر اشتغل مع حد غيره، ويوم ما افكر اعمل حاجة زي دي اكيد اكيد مش هتبقى معاك انت. انت خنتنا يا أدري، غدرت بصحابك. اه زين وفريدة مش صحابي. لا صحابك. لا مش صحابي. كانوا صحابك لكن انت كنت اعمى ومش عايز تشوف ده. وانت دلوقتي يا ادري لوحدك وهتفضل لوحدك. وبما اننا بقى اتكلمنا وفتحنا الموضوع يهمني اني اقول لك حاجه مهمه قوي. على قد ما انا متضايقه ان احنا هنتنقل ونروح مكتب تاني، على قد ما انا هموت من السعاده لاني مش هضطر اشوف وشك كل يوم. كاميليا أدري هو أنت عارف الناس هنا بتسميك إيه؟ إيه؟ أدري الزياط.